رقم تي في. هذا الفيديو كان أول بث تلفزيوني عام 1936 في الولايات المتحدة، ومنذ تلك اللحظة كتب تاريخ جديد. اختراع التلفاز يقف خلفه هذا الرجل، مهندس الكهرباء الأسكتلندي جون لوجي بيرد عام 1927. عربياً، كانت العراق صاحبة أول بث إرسال تلفزيوني عام 1954، وبعدها الجزائر بعامين، ثم لبنان في 1957، ومصر في 1960. ونبدأ بالبرنامج الأول الفترة الصباحية. وفي الخليج العربي كانت الكويت هي الأولى عام 1961، ثم انتشر في بقية أرجاء الوطن العربي لنشاهد البرامج والأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وجميعنا بمختلف فئاتنا العمرية تربطنا ذكريات الطفولة مع حلقات بيل وسيباستيان، ماوكلي والكابتن ماجد. ومن منا ينسى مسلسلات المال والبنون، باب الحارة، طاش مطاش، غوار الطوش في حمام الهنا وغيره. أخي فازر أف أحمد. شو يعني؟ يعني أخي أبو أحمد. ولم يبخل عنا ببرامج التعليم والتثقيف مثل المناهل، بنك المعلومات، من سيربح المليون وخواطر. الآن نحن في 2016، زمن الإنترنت الذي سحب البساطة من تحت أقدام منافسيه وترك أثراً سلبياً على الصحف الورقية، لكن التلفاز أكثر صموداً رغم تأثر عدد المشاهدين وانخفاض ساعات الجلوس أمامه، حتى أن الإنترنت نفسه تطفر على التلفاز بأجياله الحديثة، وتصدر الشركات شاشات ذكية تحتوي على الإنترنت، ولا تكاد تخلو قناة تلفاز عربية من وجود قناة لها على اليوتيوب. أكثر من دراسة أكدت أن الإنترنت يفرض نفسه حالياً وسيزداد هذا الأمر مستقبلاً، لكن برغم كل هذه المؤشرات يمكن القول إن التلفاز لا زال صامداً لعدة أسباب. أولها أنه لا يقوم بتحميل بيانات ولا يحتاج لسرعة اتصال مثل الإنترنت، وبالتالي يمكن مشاهدة الأفلام والبرامج والمسلسلات المطولة بمرونة أعلى. ثانياً، البث المباشر مثل مباريات كرة القدم، حيث لا يستطيع سكان الدول الفقيرة فعل ذلك مع الإنترنت متوسط أو بطيء السرعة. وثالث الأسباب يتعلق بالجودة وحجم الشاشات، فالمشاهدة عبر الإنترنت منحصرة في أغلبها على الهواتف والتابلت واللابتوب، وهذا الأمر غير مناسب عائلياً. وبين شد وجذب يخوض التلفاز مع الإنترنت مواجهة تسجيل نقاط أشبه بمبارزة ملاكمة، ورغم تلقيه عدة لكمات موجعة لكنه لا زال صامداً في الحلبة ولم يسقط بعد.